لم يكن مفاجئا ما فعله مقتدى الصدر بالتظاهرات، بل جاء في سياق معروف ضمن الدور المنوط بالرجل منذ أن برز اسمه بعد الاحتلال، محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير من قبل من يملك مناصب أكثر من أن تعد في كل الحكومات التي ادعى أنه يعارضها. وضمن محاولات الإجهاز على تظاهرات ثورة تشرين، دعا مقتدى الصدر أنصاره من جماعات ما تسمى القبعات الزرق للتنسيق مع القوات الحكومية لإنهاء إضراب الطلبة وإجبارهم على العودة إلى الدوام، بل إن أنصاره اعتدوا على طلبة الجامعات المتظاهرين، لكن الرد جاءه من الطلبة أنفسهم. قواك الله من التحرير ما شفت الراحة، كله للقمصان البيض طبت للساحة. يأتي هذا بعد يوم من قيام جماعة القبعة الزرق بتوجيه طعنة النجلاء للمتظاهرين عبر الاستيلاء على مبنى المطعم التركي، بعد أن اعتدت على المعتصمين السلميين وألقت بأحدهم من الطابق الرابع ففارق الحياة، وأنزلت اللافتات التي كتبت عليها شعارات وطنية رافضة لفساد الأحزاب. إذا شكو جيتوا على المطعم؟ والله ما ترى هي مقصودة معروفة، يأخذون المطعم ويفضون المظاهرات وكل شيء يقعدون مكانه. المقصود عنده 6 وزارات، ما يعوفه هذا فيلم هندي. خيبة الأمل التي لحقت بالصدر بعد فشل ما دعاها مليونية لسحب البساط من ثورة تشرين، ثم فشل قراره بسحب أتباعه من ميادين الثورة، دفعته للعودة إلى ركوب موجة التظاهرات خوفا على مصالحه الشخصية ومصالح إيران التي توجهه ويوجه هو من أراضيها أوامره لأتباعه. صحيفة إيكونوميست البريطانية قالت إن مقتدى الصدر هو الرجل الأكثر تقلباً وإثارة للجدل في العراق، مشيرة إلى أنه حاول استغلال وجود أتباعه في الشارع ونفوذه السياسي للسيطرة على منصب رئيس الوزراء، إلا أنه سرعان ما سقطت كل الأقنعة التي كانت تخفي عن البعض حقيقة مشروعه الذي لا يختلف عن باقي مشاريع الأحزاب الفاسدة في الأهداف وإن اختلف عنها في الوسائل والتكتيكات.